عامل الضرائب، يعني حتى اشوف العنوان مالتهم اللي فوق. هنا من هذه الجهه اليسرى هي مكتوب الراتب الاسمي، يعني حدود الراتب اللي الموظف اللي يستلمه. العمود رقم واحد هو الحاله الاجتماعيه، يعني ما اذا هو كان متزوج مثلا، متزوج وزوجته موظفه، فناخذ احنا هذا الراتب مالته. الضريبه اللي حتكون اذا ما عنده اطفال، يعني هذا العمود رقم واحد اذا ما عنده اطفال. بس الباقي هنا اذا عنده يعني 1 2 3 4 5 6 ثاني الأعمدة عدد الأطفال، إذا يعني كان عنده هذول على كل طفل أجي آخذ المبلغ مات الضريبة اللي مقابل الراتب مالته. هيك حتكون يعني استقطاع الضريبة. وياك يعني هسه هم هنا منطين راتب اسمي ومطين الحاله الاجتماعيه، اذا كان اعزب نعم راتبه الاسمي كذا، اذا ضريبته كذا. نعم اذا وإذا عنده عدد يعني هسه نيجي على عدد الأطفال. هسه نيجي اذا كان متزوج وزوجته موظفه، مو هيجي، وراتبه نعم الاسمي كذا، عندنا عدد الاطفال، اذا واحد ضريبته كذا، اذا اثنين ضريبته كذا، اذا ثلاثه ضريبته كذا، اذا اربعه ضريبته كذا، الحد يا رقم واصل؟ حد 8 الحد 8. والله احنا حد زين الحد 8. لعديش بحاله اذا واحد متزوج عنده اكثر من زوجه وعنده اكثر من اربعه اطفال، ليش ما يحسبوا له بس للزوجه الاولى؟ كان الاجدر ياخذون للزوجه الثانيه. هذا اللي عندك، هذا الاستماره اللي عندك. نعم تعميم يا سنه، يعني اعمام يا سنه. هي هاي اخر تعميم الطولية على الرقم، واحنا هسه بدنا نشتغل عليه، يعني باقي مستمرين عليه. لا عاد قصدي هذا الاعمام اللي نعطوكم يا ما سنه. اتذكر يا سنة ما اتذكر، بس يعني هو اخر تعميم للضرائب واحنا يعني بقينا عليه نشتغل، ما اجانا بعده تعديل. شوفي هذا هسه الاعمام اللي عندك الان اللي انت ظاهرته، هذا ما يخلي الموظف يشتغل بيده، يعني موظف الضرائب يجي يجيب بالضبط الراتب مباشره، حاله الزوج عدد الاطفال مباشره، يطلع الرقم بصوره مباشره، هم حاسبين من هناك ومكملينه ومطينه جاهز، ارقام جاهزه، صح؟ صحيح بينما صحيح احنا موظفين ما يشتغلون هيك هنا، يجي موظف يجي على المنتسبين، منتسب منتسب يجي يكتب راتبه الاسمي، مدخولاته السنويه يضربها، بعدين التقاعد، بعدين السماحات، بعدين يشوف اعزب لو مو اعزب، اذا اعزب يضيف 3 و125، اذا ويحسب الضريبه على الخطوات اللي حكيناها، اللي بالنتيجه تطلع هاي القيم نفسها، بينما الهيئه العامه للضرائب مطيتكم قيم ثابته كامله جاهزه، اي يعني صحيح. تخلي الموظف يدور ويعني هي يروح يجيب معادله. هسه يجوز انتم قسم من عندكم من شاف هاي المعادلات اللي انا كاتبها يجوز استغرب، مو صحيح؟ يعني انا بالنسبه لي يعني دارستها واعرف احتسبها، بس هسه يعني كسهوله يعني بسرعه هذه اطلع راسا المبلغ واخذ عدد الاطفال واطلع مقدار الضريبه مباشره. ممتاز. ليش؟ لان عندك راتب اسمي وحاله زوجيه وعدد اطفال والرقم مباشره الموجود عندك، صحيح مجهزينه ومكملينه ومعطينا لك. انا هاي الاستماره حقيقه، يعني الموجودين بالماليه ما انطوني اياها، ما قالوا عندنا هاي الاستماره بهذا الشكل. انتم شلون تحسبون ضرائبكم؟ طلعوا لنا الخطوات باحتساب الضريبه. نقلت هالخطوات انا من عندهم، حولتها الى معادلات. فهي هسه ما عندنا احنا مشكله، بكل الاحوال تطلع هي مطابقه، يعني هسه انت تختارين اي موظف، بس اختلافنا وين؟ اختلافنا بعدد الاطفال، احنا واصلين لحد اربعه، انت تقولون اكثر من اربعه. زين، الاخوه المعترضين الاخرين او الخوات اللي قالوا لا احنا نحسب لحد اربعه، الباحه كانوا وياي. قالوا احنا نحسب لحد اربعه. اذا هذا التباين والتفاوت ليش؟ مع العلم كله احنا نخضع المفروض الى هيئه واحده، هيئه ضرائب واحده، ليش احنا نحسب اربعه وانتم تحسبون اكثر من اربعه، واكو ناس يحسبون اربعه واكو ناس يحسبون اكثر من اربعه؟ شنو السبب يعني؟ ليش هالتفاوت؟ اذا معناته اكو مشكله، احنا ما فاهمين التعليمات بشكل صحيح. لو الجدول هذا جدول قديم كان سابقا يحسبون الحد اكثر من يعني اكثر من اربعه. فانا اليوم من سالت الرقابه قالوا لا احنا عندنا تعليمات
الضريبه تنحسب لحد 4 اطفال. قالوا راح نزودك بالكتاب اللي ضمن التعليمات اللي، بس هذا الكلام كان في نهايه الدوام، قالوا احنا راح نزودك بالكتاب ضمن التعليمات اللي يقول اذهب باتجاه 4 اطفال. هسه الان اللي كانوا يحسبون 8 و7 و5 و6 اطفال ضمن القانون، من تجين هسه ترجعينهم الى 4 اطفال راح تزيد ضريبتهم، راح تقوم عندكم مشكله وراح يجون الموظفين يحتفظون يقول شلون احنا كان ضريبتنا مثلا 40,000 شو هسه صارت 60,000. نعم ال 40 كانت محسوبه اذا كان 6 اطفال، اليوم انت شلنا منك طفلين صاروا 4، راح يعترض ليش صاروا طفلين شلتوا، ليش قبل ما شلتوا، فراح تنخلق يعني حاله يعني مشكله حقيقه. احنا كبرنامج مصممين احنا نقدر ناخذ بنظر الاعتبار عادي، نضيف للبرنامج نسوي 5 و6 و7 و8 ما عندنا مشكله يعني باحتساب الضريبه، ولكن الضرائب اعتقد اللي راح تصير على الموظف، يعني مثلا لو موظف على سبيل المثال عنده 7 اطفال، 7 هم مستحقين يعني اقل من 18 عام زين، او هو عنده مثلا عنده على سبيل المثال خدمه 10 سنوات او 15 سنه زين، ذولي من يكبرون مثلا الاطفال اللي عنده ويطلعون مثلا السابع لمتى يطلع والسادس لمتى يطلع مثلا والخامس لمتى يطلع، اعتقد يوصل للموظف يوصل للتقاعد مو وما فاقد نسبه من الضريبه. انا اعتقد يعني يعني تفسير الوضع بهذا الشكل، اذا عنده 7 و8 اطفال 8 او 7 ياخذون بالضريبه فهو يوصل للتقاعد يمكن ويفقى مثلا على 4 اطفال او 3 اطفال. اعتقد هيك على العموم هي مو مشكله كبيره، برنامج يعالجها، التعليمات ايضا تعالجها، ولكن انا اليوم قالوا لي عندنا تعليمات تقول انه الضريبه تصل الى 4 اطفال فقط لا غير، نحتسب 4 بالراتب ونحتسب 4 بالضريبه. هسه اخوان ما ادري خوات يكتبون اسراء، يمكن ماكو بالشات، رجال لا حد يكتب بالشات يوجد رابط تسجيل حضور اليوم، طبعا اكو رابط، فشو مستعجلين على الرابط، فنكمل شغلنا وبعدين. على العموم الان اكو احد عنده سؤال على الضريبه وعلى طريقه الاحتساب؟ اللي ما عنده جدول مثل ما يعني شفناه هسه جدول من قبل الاخت، اللي ما عنده جدول يعني اكو احد عنده يشوف شلون ضريبه تنحسب، شلون هيئه الضرائب تحسبها على الموظف، يعني خاصه ابو الماليه اللي يشتغل ضرائب المفروض يعرف، مو بس جدول امامه جاي من الضريبه يقول ما دام عندي جدول راتب وعندي حاله زوجيه اذا قيمه الضريبه اي هاجد، كن يعرف هذا المبلغ شلون اجى شلون صار، وبالتالي احنا حولناه الى يعني معادلات زين. الان راح نشارككم وراح نشوف ايش عندنا. شوف العرض يوصل عندكم يظهر. زين. هسه هذا يعني الصيغه العامه للبرنامج. الصيغه العامه للبرنامج. آلية استخدامها هي طبعا قلنا هي آلية بسيطة جدا، مو صعبة وسهل ايضا، ومرحلة مرحلة جدول جدول. خلينا نجي نباوع على اوبشناته اللي موجودة امامكم الان. احنا اولا البرنامج يعطينا اول شيء يعطينا ايش قد عندنا عدد موظفين مسجلين الان في قاعدة البيانات. طبعا كل جدول وحده، جدول تدريسيين الان بكذا عدد، تروح الجدول الفنيين بيظهر العدد. وحد عندما تضيف انت موظف جديد منتسب جديد او عندما تحذف موظف راح تلاحظ انه الرقم يتغير، رقم التسلسل لعدد الموظفين الموجودين ضمن الجدول يتغير. طيب حاله الاضافه اذا اريد نضيف اي موظف
الى قاعده البيانات تدريسي طبعا، اكيد راح نضيفه. هو عنده درجه وعنده مرتبه، يعني موظف من يجينا مسكن، يعني مسكن براتب حتى يجي براتبه ونضيفه. واحد من اهم الاوبشنات هي الاضافه، واحد من اهم الاوبشنات هي الاضافه اللي تلاحظونها امامكم فوق باللون الاخضر. اذا اريد نضيف تطلع لنا رساله يقول يجب ان تملا جميع البيانات اللي موجوده في هذه الحقول حتى نعبي ورا ما نعبي هاي البيانات كلها ونختارها كلها وكل قيمها. مجرد احنا نختار درجه ومرتبه راح تطلع لنا يعني قيمه الراتب كاملة. فخلنا ناخذ مثل بسيط، اذا كان صوتي غير واضح او ما يوصلكم قولوا لنا، واذا واضح الصوت والصورة واضحة ايضا. الصورة واضحة امامكم؟ واضحة استاذ، واضحة. الآن إذا أريد نضيف أي موظف هنا، خلينا ناخذ أي موظف، ناخذ لقب العلمي مثلا المدرس، نسبة اللقب العلمي مالته 25%. يعني شو ال 25%؟ يعني راتب الاسمي ينضرب في 25%، راح ناخذ منك مخصصات لقب هنا راح تظهر عندنا. مجرد أنه ننطي للموظف راتب هنا راح تظهر عندنا مخصصات اللقب العلمي. هاي كلها قلنا الاوبشنات هي جايه من جدول الجدول المزود من قبل الجامعه. راح ناخذ له شهاده، نختار شهاده. شنو شهاده؟ دكتوراه، ماجستير، دوم عالي، بكالوريوس. عندنا تدريسيين الان موجودين بشهادات بكالوريوس موجودين الان، ضفناهم خليناهم احنا الان يعني قدامى في هذا المجال، يعني موجودين من التسعينات عند لقب تدريسي بس هو بكالوريوس موجود، دبلوم عالي ايضا عندنا وماجستير عندنا. فاي واحد نختاره من هنا راح يعطينا نسبه، بحيث هذه النسبه نضربها راح تعطينا المخصصات الجامعيه ومخصصات الشهاده مالته. فمثلا اذا اخذنا على سبيل المثال مثلا الماجستير، اختارينا ماجستير. الان هذا الماجستير اذا اختارينا راتب راح يعطينا مخصصات شهاده، حاليا يحسب لنا مخصصات الشهاده. طيب حتى نحسب، حتى نطلع الراتب الاسمي مالته ايش قد، يجب ان يكون عنده درجه قلنا وعنده مرتبه. فمثلا ناخذ الدرجه الثانيه المرتبه الرابعه، طلع راتبه 774 على سبيل المثال. اخذ هذا المثل بنشوفه زين. نجي الى النسبة، هو مشمول لو غير مشمول بمخصصات الخدمة الجامعية، وقلنا هذا الاوبشن خليناه على مود نعرفك. وبعض الموظفين يروحون اجازات دراسية وتنشال من عندهم الخدمة الجامعية، فإذا مشمول نعطيه مشمول، فمجرد نعطيه مشمول مخصصات الخدمة الجامعية راح تظهر. إذا أعطيناه غير مشمول راح تصير مخصصات الخدمة الجامعية مالته صفر، يعني تطلع حساب الراتب. جيد. فنقول هذا الموظف مشمول، اذا انحسبت مخصصات الخدمه الجامعيه. الشهاده مالته انا ماجستير 774,000 تنضرب في 0.75 مخصصات الشهاده، يطلع لنا هذا المبلغ. اللقب ايضا ظهر عندنا، هذا اللقب ظهر عندنا لان عندنا ال 0.25 نضرب في هذا انطانا مخصصات اللقب العلمي قيمتها هكذا. الارقام انتم جاي تشوفونها عربي وانجليزي، هاي سببها هي اللغه وتغير اللغه في الويندوز، زائدا اللغه اللي موجوده في الاوفيس 2016. يعني مزامنين اللغه هنا باللغه هنا، مو مشكله يعني تزامن اللغه وتنتهي. زين هسه لحد الان ما عندنا اي مشكله، اذا انطينا درجة، انطينا مرتبة، طلع لنا راتب مباشرة، طلعت لنا مخصصات الجامعة، طلعت لنا شهادة، طلعت لنا مخصصات اللقب مالته. زين، إذا كان متزوج فإلى 50,000، وإذا كان غير متزوج إلى صفر.
طبعا بالضرورة إذا كان هو صفر فراح تطلع عندنا الأطفال صفر، إذا ما متزوج راح تطلع عندنا الأطفال صفر. وبعض الأحيان لا هو متزوج ولكن مثلا مطلق أو أرمل، ما راح ياخذ الخمسين، راح ياخذ صفر بس عنده أطفال وياه ساكنين مثلا وياه. بعض الأحيان حضانتهم تذهب إلى المرأة أو إلى الرجل، يعني موضوع نزاع، لكن إذا هو الأطفال إلى ينحسبون ينحسبون، وإذا ما ينحسبون. فإحنا ناخذ الحالة المثالية، إذا كان المتزوج ولديه يعني ياخذ الزوجية وعنده أطفال من 1 إلى 40 ألف، فنفرض هو متزوج إلى 50 وعنده أطفال ب40، صاروا 90. زين، نجي إلى مخصصات النقل. أكو ناس مشمولة بمخصصات النقل ب20 ألف، وأكو ناس ما مشمولة بمخصصات النقل. خلينا نفرض هو مشمول بمخصصات النقل. نجي إلى مخصصات المنصب. المنصب قلنا بما أنه قيمة مدخلة، يعني ما نعرف مثلا هذا الموظف منطي مخصصات هل هي مقطوعة ثابتة أو غير، أو تعتمد على الراتب، فقالوا نعتبرها مقطوعة. فأكو ناس تاخذ مخصصات 250، وأكو ناس تاخذ مخصصات مضروبة الراتب في مسؤول الشعبة أو الراتب في مسؤول القسم، أكو هيك. لكن هم قالوا لا، المخصصات نعتبرها مقطوعة عادة ننطيها، فخلوها إدخال ثابت. فمثلا إذا عنده مخصصات ننطيه قيمة، ننطيه قيمة معينة، إذا ما عنده مخصصات ننطيه صفر، ننطيه صفر. الخطوط أيضا نفس العملية، كذلك الحرفية. طبعا ذي الناس تقول أنت شنو جايب حرفية مخليها بجدول التدريسي؟ لأن هو الجدول المجاينة من الجامعة، هذه الأعمدة اللي موجودة بما نقدر نحذفها، يعني حرفية ما نقدر، عرفناها صفر صفر. الهندسية أيضا كذلك، الهندسية أغلب الهندسيين أغلب ما يصرفون لهم، فيأخذون صفر مخصصات هندسية. إذا شملوا الهندسية، إذا شملوا لهم 35% من قيمة الراتب الاسمي، فراح ينضرب الراتب الاسمي في قيمة المخصصات نسبة الهندسة، راح تطلع لنا المخصصات الهندسة. ها إذا شملوا، أنا خلينا إذا، ليش؟ هو راح يفيدنا بالفنيين، موجود عندنا مخصصات، فاحنا راح نعتبر صفر نسبة الهندسية، فراح تطلع مخصصات الهندسية صفر. طيب هسه لحد الآن احنا ما عندنا مشكلة. طيب نجي المخصصات الإضافية، الجدول الرئيسي اللي جاي من الجامعة ما بيه مخصصات إضافية، ما بيه، ولكن احنا ارتئينا نضيف هذا، ممكن نخاف بالمستقبل إذا تجينا مخصصات إضافية يعني كغلاء معيشة أو كذا، مباشرة نضيفها منا على الراتب ونذهب للجدول نضيفه كعمود بالجدول. لكن هنا خلينا نضيفه بس قيمته تدخل بالراتب، إذا خلينا مخصصات إضافية تدخل بالراتب، وإذا ما خلينا نعطيه صفر مخصصات إضافية. القانونية نفس العملية، هي نفس المسألة اللي تشبه الهندسية. أكو بعضهم مثلا تدريسيين بس يمارس مهام قانونية، يعني قد يكون إليه مشمول بالمخصصات القانونية، فش نسوي؟ نعطيه نسبة، إذا هي نسبة 2 فينضرب، تنضرب هاي النسبة 2 في الراتب الرسمي تطلع لنا المخصصات القانونية. إذا ما عنده مخصصات قانونية صفر، فنعطيه صفر راح تظهر لنا صفر، راح يطلع عندنا مجموع الاستحقاق بهذا الكامل، راتب الآن راتب الاستحقاقي بدون الاستقطاعات يطلع لنا بهذا الشكل. طيب بما انه صار مجموع استحقاق بهذا الشكل، راح نبدا الدور نشتغل عليه بالاستقطاعات. نيجي على التقاعد مالته، التقاعد مالته عباره عن راتب اسمه مغروف في 10%. اذا نجي نلاحظ ظهر لنا قيمه التقاعد بصوره آليه نتيجه لضرب الراتب الاسمي في 10%. طيب نيجي على نسب الايجار. عندنا موظفين اما ياخذ صفر، ما عنده ايجار ياخذ صفر، يعني نسبته صفر، أو ساكن في بيت إيجاري 25 بالألف. هسه هاي نسب موجودة، إذا أكو خطأ بالنسب، احتمال أكو خطأ بالنسب، يكون أحد يعني إخوان، يعني إخواننا وخواتنا اللي يشتغلون بالمالية يعرفون هاي النسب، يكون يصححون، إذا عندنا خطأ بالنسب يكون يصححون. عندنا ذن ثلاثة هم مزودون، قالوا 25 بالألف، نحن نسميها 2.5% و5% و6% حسب نوع الدار اللي هو
مأجرة، إذا عنده صفر إيجارة صفر، إذا نأخذ النسبة الأولى تطلع إيجارة 19300 وهكذا، إذا خمسة صار نسبة إيجارة، إذا ستة هاي نسبة إيجارة، طبعا هذا ينضرب في الراتب الإسمي تطلع لنا هاي هي القيمة. هسه نعتبره صفر، هو ما عنده أي شيء. نجي على السلف اللي ماخذها الموظف، قد يكون ماخذ سلف الموظف من مصارف أو من هيئات أو من وزارات مثلا معينة مبالغ عليه، فهذه تنزل أيضا من راتب الإسمي. طبعا هذا إدخال، إحنا ما نعرف الموظف إيش قد يدفع لكل مصرف، هي لا لها معادلة ثابتة كل مصرف يستقطع إيش قد بنسب ثابتة حتى نجي ندخلها معادلة، ما نعرف، هذا يستقطعون مني 350، ذاك يستقطعون مني 420، ذاك يستقطعون مني 120، ماكو فد معادلة ثابتة. لو كانت معادلة ثابتة لكل المصارف للسلف كان بإمكاننا نثبت هذه المعادلات وتطلع نتيجة لوجود راتب اسمي نضرب في هذه المعادلة بالفاكتر وبالتالي تطلع لنا قيمة ثابتة. فبما أنه ما عندنا معادلة خلينا إدخال يدوي. طبعا المنتسب اللي مطلوب بسلف معينة لمصارف معينة تدخل قيمته هنا، يجي يكتبون قيمته هنا قد مطلوب قد تستقطع من عند المصرف، يجي يثبت هنا، إذا ما يثبت نعطيه قيمة صفر، وهكذا جميع المصارف الأخرى. دوائر التنفيذ عندنا دوائر التنفيذ موجودة، أنه موظفين يعني عليهم بعض الاستقطاعات من دوائر التنفيذ أيضا تعتبر استقطاعات، والمبلغ يجي أيضا هم ما نعرف قيمة تشقيت، فيصير إدخاله يدوي ويكون المبلغ اللي موجود بهذا الشكل مثلا على سبيل المثال، وبالتالي يسمح لنا بإضافة مبلغ معين، إذا ماكو راح نضيف له صفر. طبعا المصارف الأخرى نفس العملية، هاي بعض المصارف هم زودون بها لأن كثرة التعامل وياها. نجي على الرعاية الاجتماعية، الرعاية الاجتماعية معادلتها ثابتة، نضرب الراتب الاسمي في مبلغ اللي هو 0.25 بالألف تطلع لنا هذه القيمة، مبالغ زهيدة جدا يعني تستقطع من رواتب الموظفين. زين، عندنا الأخرى رسوم أخرى قد تطلع على الموظف مبالغ مطلوب إلها، مثل كأنما يكون هناك يعني خطأ في راتب معين، مرة نطينا راتب بزيادة، مرة يجي علي استقطاع لشهر ماضي وإحنا نزودنا براتب، فبالتالي نستقطع منه تحت استقطاعات أخرى، أيضا هذا المبلغ هنا يضاف شو جيته علي، وبالتالي إذا ما عند استقطاعات نعطيه قيمة صفر. اسم الطابع يعني أيضا ما إلى معادلة، يمكن قالوا مبلغ معين يمكن بالألف ومدرج جيت أيضا يدخل، إذا ما دخلنا راح نعطيه صفر. نجي لاحتساب الضريبة اللي هاي إحنا حكينا عليها، نجي إلى الراتب، الراتب هنا باحتساب الضريبة راح يأخذ قيمة هذا الراتب منين؟ يأخذ من الراتب الاسم مباشرة. نجي على الحالة الزوجية للموظف، أيا كان الموظف وضعه، إذا كان أعزب وعنده إذن أطفال صفر، إذن احتساب ضريبته تطلع 58761 إذا كان راتب الاسمي 774. على سبيل المثال أنا أخذت الرقم بس أخو ما أعرف، إذا كان زوجته موظفة وعنده أطفال مثلا أربعة راح يصبح راتبه 46261. إذا كان زوجته ربت بيت وعنده أربعة أطفال راح ربت بيت وعنده أربعة أطفال راح يصير ضريبته 15000 دينار. زين، إذا كان يعني أرمل أو مطلق وعنده أربعة أطفال راح تصير ضريبته 35,123 وهكذا. هاي طبعا احتساب، تحتسب الضريبة من هنا تجي وين؟ تقعد في خانة الضريبة، ثم نأتي إلى صافة الراتب، راح يجمع لنا الراتب الكلي لهذا الموظف خلال هذه الفترة، طبعا هذا الراتب الان امامنا، وين راح يقعد هذا الراتب؟ راح يقعد بالجدول، جدول الاستحقاق للتدريسيين للموظف. هذا الموظف منين ياخذ راتب؟ ياخذ من الرافدين، يعني من وين موطى راتبه؟ على اي مصرف؟ مصرف رافدين، مصرف رشيد، مصرف تجاره، مصرف تنميه، اي مصرف اخر.
مباشرة هذا الراتب هنا وين راح يروح يقعد؟ يقعد برواتب الموظفين المواطنة بالمصارف. أي تغيير يحدث هنا على راتب الموظف نتيجة لتغير أي أوبشن من هذه الأوبشنات راح ينتقل هذا التغيير اللي موجود هنا إلى الراتب المواطن في الجدول المختص بالمصرف. طيب هذه الآن أمامكم تشوفوا وتلاحظوها. طبعا الآن احنا سنعتبر هذا موظف رقم 53 مثلا، نضيفه، نقدر نضيفه، بس نضيف له اسم، نختار جنسه وعنوانه، مباشرة راح ينضاف، يقعد وين؟ يقعد برقم 53 بالجدول، جدول التدريسيين. وبإمكاننا بعد ما يعني دخل هذا الموظف راح نقدر نجري عليه عمليات الأخرى اللي هي عمليات الحذف وعمليات التعديل وعمليات الطباعة. راح نجيه وحدة وحدة، بس خلينا نشوف هسه الرواتب كيف تجمع بالاستحقاقات الكلية. طيب الآن عندنا هذه الحقول، هذه الحقول تمثل استحقاقات كلية لمجموع الرواتب الإسمية اللي مصروفة، طبعا حسب اللي ما موجود عندنا. عندنا الرواتب الاسميه، عندنا مخصصات شهاده، مخصصات جامعيه، ايش قد مطين رواتب اسميه للتدريسيين، ايش قد مطين رواتب اسميه للمخصصات الجامعيه، ايش قد مطين رواتب اسميه للقب والزوجيه والاطفال والنقل والمنصب والخطوره والهندسيه والقانونيه. راح ينطينا اخر شيء مجموع الاستحقاق الكلي لهذه الشريحه من المنتسبين تحت هذا العنوان. يجمع لك هو، يجمع لك اياه ويكمل لك اياه، يجمع لك العمود كله ويخلي لك اياه في هذا التكست. طبعا راح الدور تجري عليه عمليات الاخرى، الاستقطاعات اللي احنا مثبتينها ايضا هي عباره عن اعمده استحقاقات كليه. فبعد الموظف مباشره ياخذ هذه القيم، مباشره تظهر كلها قدامه، تظهر المطابقات كلها قدامه، اي خطا في اي نسبه للمطابقات هو راح يذهب ويروح يشيك الخطا مالته وين صاير، وبالتالي يقدر يحدد الخطأ في أي جهة صايرة. زين هسه احنا لنفرض نروح مثلا على الفنيين، نروح على الفنيين، خلت تظهر ظهرت قدامكم الفنيين. الآن هسه مثلا نقول الفنيين الآن واصل العدد 115، يعني عندنا 114 موظف. إذا نضيف هنا أيضا نفس العملية بنفس الشكل راح نضيف. الآن خلينا نحكي الإضافة حكينا عنها، خلينا نحكي على طريقة البحث عن أي موظف. أنت عندك 114 موظف، خمو تروح تقلبهم هنا مثلا وتلاحظون هنا أسماء الموظفين، خمو تروح تقلبهم هنا كلهم وتباوحهم وتشوفهم وتختار لك موظف معين، لا، تروح تبحث بالاسم على أي موظف، تكتب الحرف الأول لأي موظف، ثم الحرف الأول تظهر عندك كل أسماء الموظفين الذي يبدأ اسمهم بحرف أو بحرف العين أو بحرف الأليف أو بحرف الباء مثلا على سبيل المثال، بس احنا حتى ما نظهر الأسماء. ثم عندما يبدي راح ناخذ أي موظف اسمه، لنفرض يعني ايش على التعيين، ناخذ نفذ موظف. عندما نحدد اسم الموظف هنا، لو تلاحظون هنا ظهر اسم الموظف قدامه مباشرة، ظهر اسم الموظف مباشرة. نروح نستدعي بيانات هذا الموظف، راح تجي بيانات هذا الموظف كلها اجتي، صارت شنو؟ صارت امامنا. لو ناخذ موظف، طبعا هذا الاملاء، املاء البيانات، هذه الحقول كلها تعتمد على موظف المدخل اللي يدخل بيانات، يدخل قيم اما يدخل صفر او يدخل قيمه محدده معينه. ناخذ اي موظف مثلا، لا على سبيل المثال اجى الان هذا الموظف، ضغطنا اجت بيانات هذا الموظف. ايش قد عنده؟ شو هذا واحد من الموظفين عنده مخصصات هندسيه قيمتها يا قد. طبعا وعنده سلف ماخذ ومقدار ضريبته بها وهكذا. طريقه هذا طريقه شنو؟ طريقه البحث عن الموظف، يجيب لك تبحث عن الموظف ويجيب لك كل بيانات عن الموظف يخليها امامك، تريد تعدل عليها؟ نعم. اي شيء تصير تغيير عندنا بالراتب مثلا، ياخذ تغيير بالدرجه او تغيير بالمرتبه، او تجي علاوات مثلا يغير، او عنده زوجيه وعنده اطفال، عنده قد تكون اطفال تتغير، اربعه يصيرون ثلاثه او اثنين يصيرون ثلاثه او واحد يصير اثنين وهكذا. مخصصات نقل بعض الاحيان منتسبين خارج المنطقه الجغرافيه يجون يقعدون بالمنطقه الجغرافيه
تلغي مخصصاتهم وينطونهم صفر، وهكذا نقدر نغير عن طريق تعديل البيانات. قد ما نبدا نعدل بالبيانات، افرض هسه احنا عدلنا بهذه البيانات لسبيل المثال، ننقر عليه تطلع لنا رساله يقول تم تعديل البيانات، لغت نرجع البيانات من هنا، نرجعها وين قاعدها؟ نقعدها في مكانها في الجدول. نروح نبحث عن اسم اخر باي حرف كان، حرف الياء ما موجود مثلا، حرف الصاد موجود، اي اسم على عندنا موظف واحد حرف الصاد، هاي بيانات الموظف، سوينا عليه تعديل نقول نعدل، ما عندنا به تعديل هذا الموظف راح نقول اعاده بيانات، رجعت بيانات، صفرت كل هذه البيانات. وهكذا بالنسبه لمن للصفحات الاخرى اللي مرينا عليها، مثل صفحه الاداريين ايضا بنفس العمليه، بنفس العمليه. زين، بعد ايش عندنا؟ عندنا جداول خاصه بالطباعه. احنا عندنا عاده ندز للتدقيق نسخه للمطابقه، احنا مو ندز للتدقيق نسخه يشوفون اسم الموظف والراتب مالته، يدققها ابو التدقيق بالخط الاحمر وينطى عليها صح، فيردون نسخه لهم مطبوعه لابو التدقيق. هذا واحد، هذا منين ياخذها النسخه مالته؟ ياخذها من المصارف المواطنه، هسه راح نمر عليه. هنا عندنا طباعه جدول، هذا شنو طباعه جدول؟ ارتاوا الموظفين قالوا اريدك تنطينا جدول بامتداد معين اللي هو اكس ال اس ام، اللي بامكاننا نقدر احنا ناخذ الجدول نحفظه ونروح نجرى عليه عمليات. هو شوف ايش عنده من عمليات، مثلا رايدين الموظفين اللي مثلا راتبهم كذا قيمته، رايدين الموظفين اللي بصفه مهندس، رايدين الموظفين اللي بصفه معاون مهندس، يسوي استعلامات عليهم هو وحده. فسوينا احنا قلنا ينحفظ هذا طباعه هذا الجدول، عندما نقول له طباعه يروح ينحفظ وين؟ بملف، احنا هيئنا له ملف وكملنا له الملف مباشره بعد ما يغلق البرنامج، يروح يفتح الملف يلقي رواتب الاداريين لشهر نيسان بتاريخ كذا محفوظ ملف قدام، يستفيد من عنده للارشفه الالكترونيه ولاجراء بعض الاستعلامات المطلوبه اليه. بعد الان هذا احتسبنا الرواتب، كملنا احتسابهم، بعد ما كملنا احتسابهم يجب ان ترحل هذه الرواتب الى المصارف المواطنه، وقلنا كل دائره عندها مجموعه مصارف، فمثلا ناخذ يعني لا على الحاصل ناخذ مصرف واحد. الان هذه الاسماء مواطنه والرواتب مواطنه وحتى الاشهر اللي موجوده. واحد من اهم الخيارات اللي امامنا انه يريدون نسخه من السي بي اس، نوع من انواع الحفظ للملفات بصيغه السي اس في اللي تتعامل بها المصارف، اغلب المصارف تتعامل بها. وطبعا هناك طريقين لحفظ السي اس في، مره احنا نكتبه معادله كامله ويروح سي اس في ويشتغل عند المصرف، ومره لا ناخذه ونعدل عليه، احنا نبدا نعدل عليه بالتكست يعني خطوه واحده بعد الحفظ نعدل عليه ثم نخليه على قرص او ندزه عن طريق موقع او بريد الكتروني للمصرف شلون نتعامل وياه. بعد ورايدين ايضا نوع حفظ من اكس ال اس اكس، ايضا هذا النوع الحفظ قد ما نضغط عليه حفظ خلينا له ملف باسم هذا محفوظ في مكان معين، فمجرد انه يطلع من البرنامج يروح يلقي هذا الملف محفوظ، ملف المصرف يعني محفوظ بهذه الصيغه، خاف يحتاج هو يريد يغير او يستخدمها في طريقه اخرى، بس هم قالوا خلونا هيك نوع من هالملفات على جهه، حتى اذا ردنا نسوي من هذا الملف المصرف، اكو بعض المصرفين رابط موقع نحمل له هذا الملف مباشره ندزه اليه هو راح يسوي سي اس في وياخذه مباشره. طيب بس حتى نجي نباوع كل المصارف الان اللي موجوده هي تكاد تكون متشابهه الاعمده. يعني نريد من عندك ريفرنس، نريد من عندك تاريخ التفعيل، نريد من عندك اسم التشكيل، نعطيك هو رمز مثلا الرافدين نعطيك هذا الرمز ثابت تشوفه، هذا يجي الرواتب، هذا ايضا يجي رمز ثابت، هذا ايضا يجي رمز ثابت. ينطيك الايبان للموظف، ينطيك ايبان
الايبان طبعا يختلف من موظف الى اخر، وهذا ايضا العناوين ذني ثابته. طيب احنا بالاضافه الان نريد نضيف موظف، يجينا موظف جديد حتى نضيفه، فنسال انت وين مطل راتبك؟ يقول انا مطل على مصرف الرافدين، يعني نقول له انطينا الايبان مالتك، يعطينا فقط الايبان، يبدا احنا نسوي له هذه الاجراءات الباقيه عن طريق الاضافه. من هنا نشوف هسه الاضافه ده، نقول له اضافه، يقول لازم تدخل لي البيانات اللي موجوده وين في هذه الحقول، اما الحقول الباقيه فهي تاخذ لانه قيم ثابته، فمباشره تاخذ قيمها وتنزلها، يعني مثلا ماكو داعي اكتب هذا، ولا ماكو داعي اكتب ما حد يعني هذا، ولا ماكو، بس اغير هنا ادخل هذا التاريخ وانطيه من هنا الريفرنس اللي انا منطيه الى افتراضي، صغيرنا يجوز ما نسويه، بس احنا مثلا منطيه ريفرنس افتراضي بهذا الشكل. لكن به رقم للموظف عندنا، تسلسل الموظف عندنا، بحيث من يندس قائمه بالرواتب للمصارف راح نقول ترى عدد موظفينا 100 وكذا، 50 70 60 90 100 110 وهكذا. طيب بعد ما جانا الموظف ودخلناه في قاعدة البيانات، هو بالأساس احنا دخلناه بجداول، هو شنو تدريسي فني إداري، حسب راتبه من هناك، فمجرد الحساب راتبه من هناك دخلناه هنا راح يجي يدخل يقعد وين في بالأخير، وبالتالي راح يرتبط راتبه بالجدول اللي موجود هناك، إذا كان بالتدريسيين يرتبط بالتدريسيين، إذا كان بالإداريين يرتبط بالإداريين، إذا كان بالفنيين يرتبط بالفنيين. الان احنا نختار اي واحد، كل شهر احنا عاده نغير التاريخ، تاريخ الاطلاق يعني تفعيل، فاحنا عندنا تاريخ التفعيل هذا اللي هو امامكم دا تلاحظونه الفاليو ديت، بس مجرد ناخذ الموظف الاول رقم واحد، الموظف رقم واحد ناخذه، هذا الموظف ناخذه رقم واحد، نبدي هذا رواتب شهر نيسان نغيرها نسويها شهر ايار مثلا على الشهر الجاي، وعندنا هذا التاريخ لين احنا مثلا نفعل مثلا يوم 19 او يوم 20 5 راح يصير، هذا نغيره ونغير نيسان، والمبلغ هذا ثابت هو مال الموظف، اذا تغير راتب الموظف نقدر نغيره منه ايضا بامكاننا نقدر نغيره، اذا نريد ندخله نقدر ايضا ندخل راتب جديد للموظف. طيب اسم الموظف ما راح نقدر نغير به ولا نتلاعب به، وكذلك الايبان مالته ما راح نغير به ولا نتلاعب به، يجي هو قبل مباشره ويدخل. ورا ما كملنا عدلنا وكذا من شنو راسا نقول له تعديل، يقول هو تم تعديل البيانات، تعدلت البيانات وانتهت للموظف اللي هو موجود عندنا. زين هسه توطنت الرواتب وكملناها ودزيناها، وبالتالي راح تصبح عندنا قيم ثابته للمطابقات النهائية. فتشوف احنا بالمطابقات النهائية مثلا بالرواتب النهائية راح نجمع مجموع هذا الاستحقاق، نجمعه اللي للمصرف الأول مصرف الرافدين مع الاستحقاق لمصرف التجارة على سبيل المثال، مجموع الاستحقاقين ينجمع على الثلاثة، راح نعرف احنا التشكيل ايش قد دافع رواتب إلى المصارف أو ايش قد محول المبالغ إلى المصارف عن طريق هذا العمودين للاستحقاق للجدولين او للمصرفين، قد تكون التشكيل به ثلاث مصارف، قد يكون به اربعه، قد يكون به مصرف واحد، يجوز كل موظفين موطن على المصرف رافدين او موطن على مصرف تجاره. اذا اكو مداخله او سؤال بامكانكم تسالون. اكو احد عنده سؤال؟
ما عندكم لا أسئلة؟ استاذ عاز صدق رحم الله والديك، واضح الشرح. الله يسلمكم ست باسم، أهلا وسهلا بكم. الإخوان الباقين إذا عدتهم الخوات، إذا عدتهم أي أسئلة معينة، فبإمكانكم تداخلون ويانا. اللي يحب يعني يطلع على البرنامج وطريقة اشتغاله، بإمكانه يجينا يوم إيه؟ الأربعاء غدا، موجودين إحنا، إن شاء وبإمكانه الله يا ريت أستاذ. موجودين ويشوف طريقة العمل، وهل توجد فيه نسبة أخطاء أم ما توجد فيه نسبة أخطاء. طبعا هي نسبة الأخطاء تعتمد على من، على المدخلات، أنت شو تدخل من قيم هي بالتالي راح تطلع لك. تدخل قيم صحيحة تطلع لك قيم صحيحة، إن تدخل شاء الله. قيم خاطئة أعتقد راح تطلع لك قيم خاطئة. الآن راح أعطيكم الرابط. رابط الحضور موسى.